سموحة سوريا انجز سوريا. ميدو كابتن وليد كابتن سمير كمونة وتحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1، معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. كابتن حسام، طبعا مباراة كانت قوية بالتحديد مع نهاية الشوط الثاني، عايز أعرف تقييمك لأداء لاعبي النادي الأهلي النهارده. طبعا في البداية بحيي كابتن ميدو، تحياتي للكابتن وليد، للكابتن كمونة، لكن خلينا نتكلم بشكل عملي عن المباراة. المباراة النهاردة طبعا بتأتي في ظروف استثنائية، يعني لازم حتى اللي بيحلل المباراة النهاردة يتكلم عن ظروف الاستثنائية الصعبة اللي مر بيها لعيبة النادي الأهلي خلال ال 72 ساعة اللي فاتوا، سواء من رجوعنا من زامبيا لوصولنا للقاهرة لتمريننا وبنيجي على الإسكندرية النهاردة عشان نقدم مباراة المصري، فظروف صعبة جدا. مجموعة تانية طبعا كانت موجودة في القاهرة، كم كمان لا يسمح ان انت تعمل له مباراة ودية في الفترة اللي فاتت، لان كان في ترابط ما بين المشوار المحلي والمشوار الافريقي، وزي ما احنا عارفين فرق الشباب انهت المسابقات بتاعتها، حتى ما فيش عدد تقدر تعمل المجموعة اللي موجودة في القاهرة. فلك ان تتخيل، والزملاء طبعا عارفين ان مجموعه النهارده كبيره جدا مجهده من السفر، ومجموعه اخرى اللي موجوده في القاهره ما عندهاش فورمه المباراه وبتقدم مباراه المصري. فانا بحيي الرجاله اللي كانوا موجودين النهارده، وانا اتمنى بقول النهارده كلمه رجاله مش هقول حتى لعيبه، لان فعلا هم رجاله انهم يتعاملوا مع الظروف الاستثنائيه دي ويبقى عندهم اصرار ويأدوا بالشكل ده. وتمام، رغم ايضا عدم الانسجام يا كابتن حسام ما بينهم، لان هم ما بيلعبوش فترات طويله، لكن النهارده قدروا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه والحفاظ على طبعا مسيره النادي الاهلي بدون هزائم النهارده. اكيد طبعا، يعني ده شيء مهم، لا والرغبه في المكسب والالتزام والمجهود اللي اتعمل رغم كل الظروف. وشفنا بعض طبعا التغييرات الاضطراريه نتيجه اصابه حسين السيد، لان انا طبعا كنت عامل تغيير تاني خالص. فانا بشكر اللعيبه النهارده على ادائهم واصرارهم، وزي ما انت بتقول ان بيبقى في حتى بعد حسم الدوري انك بتادي المباراه بالتركيز دوت، فبشكرهم طبعا. وان شاء الله زي ما احنا عارفين كل تركيزنا بقى ان شاء الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله، ونبقى موفقين فيها. حسن حضرتك على المباراه القادمه وهي الاهم والهدف الاسمى بالنسبه للجهاز الفني والتاهل ان شاء الله دور الثمانيه، استعدادات النادي الاهلي للمباراه دي؟ استعداداتنا مستمره، يعني من بعد رجوعنا يمكن كان في راحه لبعض اللاعبين، وبعدين كان امبارح كل اللاعبين موجودين، جينا بمجموعه ومجموعه ثانيه كبيره فضلت في القاهره وتمرنوا النهارده الصبح. ان شاء الله بكره عندنا تمرين الساعه 6 بنستكمل استعدادنا ان شاء الله، وبعدين بعد بكره ان شاء الله هنبقى موجودين في معسكر في اسكندريه ان شاء الله. تعليقك رسميا عن زياده عدد جماهير النادي الاهلي في مباراه القطن من 10000 ل 20000 متفرج، شيء مهم وايجابي اكيد للنادي الاهلي. مهم، وبشكر كل المسؤولين طبعا، الجماهير دي هتبقى دافع كبير جدا لنا ان شاء الله وعامل ايجابي لينا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله يبقى العامل ده في مصلحه الفريق ان شاء الله، وتبقى خطوه التاهل بمشيئه الله يوم السبت ان شاء الله. على بعض اللاعبين اصابات يا كابتن حسام، شريف اكرامي عارفين ان هو مصاب يمكن عنده حزام الناري، احمد حمودي هل هيلحق المباراه ولا لا؟ ايضا النهارده شفنا حسين السيد. انا عاوز طبعا اشكر شريف اكرامي، لان شريف اكرامي طبعا كان عنده حزام ناري ومصاب المباراه ومساحته، لا مش مصاب، مصاب ما ينفعش يلعب، لكن اصراره ان هو يبقى موجود ويلعب ويبقى موجود مع الفرقه، فانا بحييه طبعا وبقول الحمد لله ان الروح بالشكل ده، لان خلي بالك دي بتنعكس على اللعيبه كلها، اللعيبه ما بتحس على ان كله عنده رغبه كبيره وفي التزام، ولعيبه قدوه زي شريف اكرامي، وشفنا النهارده عماد متعب موجود في الملعب، وشفت اصراره مع اللعيبه ازاي، ولما جبنا الهدف وتنظيمه للعيبه، فهذه اللعيبه الكبيره اللي بيبقى عندها التزام بتبقى قدوه، بتبقى اجابه، وبيضربوا طبعا مثل رائع طبعا ان هم فعلا لعيبه كبار. يعني طول على حضرتك عشان عارف ان حضرتك تعبان ومجهد اكيد، لكن السؤال الاخير، تعليقك على استمرار تالق صالح جمعه خلال الفتره الاخيره؟ اكيد يعني صالح بيتحسن، في ايجابيات كثيره بالنسبه لصالح في الفتره الاخيره. التوقيت المناسب اللي اختاره كابتن حسام للدفع بصالح ده مهم جدا. اكيد طبعا، لكن خلينا نقول ان المجهود احنا حاولنا مع صالح بشكل كبير جدا، وكان عندي اصرار ان انا استفيد بصالح وان صالح يرجع بشكل كويس، وهو ساعد نفسه، وعشان كده شفنا صالح في المباراة الأخيرة بشكل إيجابي. بقى مهم دلوقتي بقى موجود معنا سواء بشكل أساسي أو موجود مع الفرقة، أكيد إضافة كبيرة، فالحمد لله. فأنا بحييه على الروح دي، وكان لسه بيها يعني حديث امبارح في الفندق بينه وبينه، حديث يعني مطول شوية. فأهم الكلمات، أهم الكلمات لسه عندنا أزيد، ولسه عاوزين مجهود أكتر، ولسه إمكانياته أفضل من كده، وإن شاء الله هو عنده إصرار، وبنشوف النهاردة، وأنا سعيد جدا بصالح يعني. شكرا كابتن توفيق، إن شاء الله في مباراة إن شاء الله. ده كان لقائنا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي.